طفل إلكتروني يثير ضجة في عرض سكياباريلي. هذا الطفل الذي ظهر في عرض سكياباريلي اكتسح مواقع التواصل الاجتماعي وسط تحليلات عجيبة، ولكن ما هي الرسالة الحقيقية التي أرادت الدار إيصالها؟ العرض في الأساس كان موضوعه الفضاء والكائنات الفضائية، أما عن هذا الطفل الإلكتروني فكانت تجسيداً لمشهد فيلم إليان الذي تظهر فيه إلين ريبلي وهي تحمل طفلها، وصنعه من النفايات الإلكترونية دلالة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي سيطر على حياتنا وحتى أطفالنا. أما القطعة التي سحرت الجمهور فكانت فستاناً حمل اسم Motherboard والذي تم صنعه بالكامل من النفايات الإلكترونية. العرض نال إعجاب المشاهير وخبراء الموضة واعتبروه الأفضل لهذا العام، حيث مزج دانيال روزبيري المدير الإبداعي للعلامة بين الفضاء وبين أصوله التي تعود لمدينة تكساس الشهيرة بالخيول، حيث ستجد في العرض العديد من الأحزمة والحبال المدموجة بقصات فضائية. الدعوات للعرض كانت على شكل Voyager Golden Record، وهو السجل الذي جمع 116 صورة ومجموعة متنوعة من الأصوات التي تم حملها على متن المركبتين الفضائيتين Voyager 1 و Voyager 2 لناسا، حيث أراد دانيال العودة لأحلام إلسا سكياباريلي مؤسسة العلامة والتي اشتهرت بحبها لعلم الكواكب والنجوم، وخاصة أن خالها هو عالم الفلك المشهور جوفانو سكياباريلي.